رمضان في باب الزوار. رمضان باب الزوار وش بع؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم دوزيام جور، واش راكم تشوفوا باللي؟ الحمد لله يا خويا. الناس بدات توعى شوية، ما كاش مشاكل. ما كاش. كما العوام اللي فاتوا. شوف على برافور على حاجة، حنا في سان جوي عندنا شغل، كيفاش نفهمك؟ أجواء رمضانية بكري ماشي من اليوم، شغل العائلة وحدة، فهمتني كيف؟ سورتو هذا الرود اللي تشوف فيه، شغل عائلة وحدة لهنا، الناس اللي تخدم فيه كاع ولات حومة. كيجي رمضان شغل الزيت تحلى بزاف، يجوز الوقت الناس تقضي كل شيء يكون هنا متوفر الحمد لله. بصح قول لي واش راك تشوف باللي زعما هي البارح بدا اليوم يومين كيما نشوفوا تمتم خدات ستيل ديالها تما تمتم خرجت رمضان كل عام كل عام تامل كوسيم ولا مول سهرة تاع رمضان تلاقينا نحبوا بلادنا نقول لها حاجه شابه بيان سور انا خدمه على جلاله. واش تقول الجمهور ديالك تاع مول كوسيم قبل واش تقول بروميير نقولوا صحه رمضانك وعندنا بزاف متابعين ديالنا اللي عايشين في الغربه في اوروبا قولوا لهم صحه رمضانكم وهذا رمضان ان شاء الله تجوزوه شباب بالصحه ولهنا وان شاء الله ربي كيما نقولوا احنا يكون كيما نقولوا احنا يوفروا لنا كل شيء باش ما يكونوش ان شاء الله يتسهل على الناس. ما دام حكم يصور فينا صحة رمضانك صحة رمضانك تاخذوا معنا بيان سور هذا بين المشجع ديالك هذا فان بيان سور صحة رمضانك كل عام انت بخير ان شاء الله الناس اللي يشوفونا بنفس رمضان واش تقول لهم؟ صحة رمضانكم خير بصحة ان شاء الله.